موناكو شنا كيفاش موناكو وين شنا وين عدل النتيجة في الدقيقة 79 بعد ما كان منهزم في الدقيقة 56 عن طريق بيلاد، وين شنا كيفاش سجل الهدف في الدقيقة 56، وين شنا ماريبان الذي عدل النتيجة في الدقيقة 79 لموناكو بمشاركة إسلام سليماني. شنا كيفاش فابريغاس اللي دخل في الدقيقة 78، شنا إسلام سليماني، شنا ويسام، شنا ستيفان، شنا تيمو يوسف، شنا أندريا، شنا فوردي، شنا كيفاش ماريبان المدافع اللي عدل النتيجة، شنا روبن. يعني كانت المباراة نقولوا كانت مباراة شيقة، مباراة ما بين زوج فرق كل فريق يريد الفوز. شنا فؤاد شفيق، شنا بيرناو، شنا نايف، شنا حمزة، شنا دي بي، شنا ديغو، شنا رومان، شنا فيدريكو، شنا جوليان، ستيفان، جورمان، جوردان يعني كاديز. يعني كانت شنا بيلان اللي سجل الهدف في الدقيقة 56. شنا كيفاش تشكيلة تاع ديجون وين مدرب وين دخل بخطة 4-3-3، شنا كيفاش تشكيلة تاع موناكو مورينو اللي دخل بخطة 4-3-1. يعني كانت المباراة شيقة، مباراة كانت نقولوا بلي حسب الإمكانيات تاع اللاعبين، حسب الإمكانيات تاع الفرق، وين خاصة وين موناكو كذلك فريق عريق، ديجون كذلك مدرسة معروفة في فرنسا. يعني شنا كيفاش ديجون ب 46% نسبة استحواذ، 54% نسبة استحواذ لموناكو. يعني شنا كيفاش 443 تمريرة موناكو، 374 تمريرة لديجون. يعني نقولوا بلي ديجون وين فانيك، وين شنا كيفاش إسلام سليماني وين ضيع هدف كان محقق، شنا وسام كذلك وين كانت فرص لموناكو، ولكن التسرع هو اللي خلى اللاعبين هذو يضيعوا أهداف محققة. هذه هي المباراة شنا كيفاش الجولة 26 الدوري الفرنسي الدرجة الأولى ديجون موناكو. سعيدوا.